السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. من خلاله سأتقاسم معكم طريقة سهلة جدا لحفظ جدول ضرب العدد 9. تابعوا معي. أول شيء نقوم بكتابته هو جدول ضرب العدد 9 على هذا الشكل: 9 في 1 تساوي، ثم نترك هنا فراغ، وأيضا 9 في 2، 9 في 3 إلى 9 في 10. بعدها نبدأ من 9 في 1، نكتب هنا 0، بعدها نكتب 1، ثم 2، ثم 3 إلى آخره، أي نكتب من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا نكتب الأعداد أو الأرقام متتابعة. إذا بدأنا بالصفر ثم واحد ثم اثنان ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ممتاز. المرحلة الثانية هي كتابة نفس الأعداد أو الأرقام من صفر إلى تسعة، ولكن من الأسفل نحو الأعلى. أي نبدأ هنا بكتابة صفر ثم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة. ممتاز. إذن بهذه الطريقة نحصل على جدول ضرب العدد 9، وهي طريقة سهلة جدا تمكنكم من حفظ جدول ضرب العدد 9. وكما تعلمون فإن جدول الضرب في الرياضيات مهم جدا من أجل حل مجموعة من المسائل الرياضية، ويستعمل في كثير من الدروس الخاصة بمادة الرياضيات. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.